ونرجع لكم مرة تانية ونهاركم يا رب يكون سعيد. وبنبدأ بقى الصحافة وعناوين الصحف اليومية، ومنورنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد البعلي. صباح الفل. صباح النور. ازي حضرتك؟ ايه الأخبار؟ نبدأ على طول من الأهرام صفحة واحد، ويمكن بعد دعوة الرئيس السيسي في كذا مرة أو في كذا يعني نطاق، يعني كان بيتكلم على فكرة تجديد الخطاب الديني وقد إيه ده مهم جدا لنبذ العنف والإرهاب والمشاكل الكتيره جدا اللي لها علاقه بالمفاهيم الخاطئه عن الدين. ومن هنا بيجي الخبر الاولاني، وهو وثيقه وطنيه لتحديد الخطاب الديني ونبذ العنف. الخبر تقريبا الرئيسي في الاهرام النهارده بالاضافه للخبر عن استثمارات جديده، خبر عن وثيقه وطنيه لتجديد الخطاب الديني. انا الحقيقه طبعا برغم سعادتي بالتوجه دوت، بس للاسف احنا بنشوف العناوين دي تقريبا من منتصف التسعينات. في رغبة عند الدولة ورغبة معلنة يعني لتجديد الخطاب الديني، لكن الحقيقة انه السياسات القائمة والاليات بتاعت المؤسسات الدينية، سواء المؤسسات الدينية اللي مرتبطة بالدولة او المؤسسات الدينية الشعبية، ما فيهاش التوجه ده. بنشوف البرامج اللي بتتكلم عن تجديد الخطاب الديني اللي بتوصل لملايين الناس بتتقفل، بنشوف المفكرين اللي بيتكلموا عن تجديد الخطاب الديني برضو يا اما بيبعدوا عن البلد، يا اما بيبعدوا عن التحدث للناس، او بيتم مهاجمتهم بشده. الفكره والكلام ده مكتوب في المفروض في الوثيقه ان تجديد الخطاب الديني ما هواش هندسة معينة من الدولة في عقول الناس، هو محاولة لأنك تبني طريقة التفكير بالذات بتاعت الأجيال الجديدة على فكرة النقد والمسؤولية والرؤية والقدرة على وزن الأمور. ومش ده اللي احنا بنشوفه يعني فيما يتعلق بالتعامل مع الشأن الديني في المجتمع. فكنت أتمنى أنه أفضل من طلع وثائق جديدة يتم وضع مجموعة من الخطوات العملية اللي تسمح بحرية الرأي أكتر في مجال الخطاب الديني، وده بيتم من خلال تنقية القوانين اللي بتحد جدا من مساحة النقاش فيما يتعلق بالشأن الديني. إنه ما يبقاش فيه مؤسسات شغلتها إنها قيمة على الخطاب الديني، لأن ده عكس فكرة تجديد الخطاب الديني واللي هو جوهره ادخال العقل في الموضوع. فدي من القضايا اللي كنت اتمنى اكتر من يعني. حضرتك شايف ان الوثيقه ما هياش كافيه لمثل هذا الهدف؟ لا مش هي. طب ايه المطلوب؟ قوانين، اجراءات فعليه، مثلا اعاده فتح لمنابر معينه، اعاده غلق او يعني غلق تام وابعاد تام واقصاء تام لكل من يشوه الخطاب الديني مثلا؟ لا، ما هي الفكره هو الغلق والابعاد وعزل مجموعات معينة بتقول وجهة نظر دينية معينة سواء احنا قابلينها او رافضينها، هو ده اللي بيقلل من فكرة تجديد الخطاب الديني. لا بس الخطاب الديني المحرض ده ما يبقاش لا يقبل. لا او يرفض. ده يرفض. طيب هو في خطاب محرض بشكل الخطاب عام، الخطاب المضلل، الخطاب اللي عن جهل، الخطاب اللي عن ترهيب من الدين، وده يمكن اكثر. هو ده بقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا لا مش ده اللي بنتكلم فيه. اللي بنتكلم فيه الخطاب المحرض، المحرض على العنف سواء باسم الدين او باسم الوطنيه او باسم حاجه، ده يعاقب عليه القانون طبعا. لكن الخطاب او المضلل كمان، لا، ما هي المضلل دي بقى دي فكرة غلط. مين اللي بيحدد ان هو مضلل؟ احنا المفروض ما يبقاش عندنا عشان نقدر نجدد الخطاب الديني ما يبقاش عندنا مؤسسات بتحدد ايه هو الخطاب الديني الصح وايه اللي مش غلط وايه اللي مش صح، ايه المضلل وايه السليم. وده لان ده بالذات هيرجعنا للقرون الوسطى. ده كان دور الكنيسة في القرون الوسطى ان هي تبقى قيم على الدين. التجديد الخطاب الديني يعني اتاحة الخطاب الديني ده للنقاش، ان يبقى في واحد بيقول وجهة نظر انا قابلها، وواحد تاني بيقول وجهة نظر مش قابلها فرد عليه بوجهة نظر. طب اللي بيقولوا معلومات خاطئة، ما هي المعلومات الخاطئة دي في قوانين بتعاقب عليها موجودة اوريدي، مش محتاجة قوانين جديدة. احنا محتاجين ننقل القوانين من المواد اللي هي بتقيد حرية نقاش الأديان، زي في مواد مثلا بتجرم ما يسمى بين قوسين ازدراء الأديان. اي نقاش في المسائل الدينيه بيحرضك، بيضعك تحت، ممكن يضعك تحت طائله فكره ازدراء الاديان، وبالتالي ده حسب المبدا اصلا. ده يخليك عكس فكره تجديد الخطاب الديني مباشره. هو عامه واضح ان الموضوع لازم يتناقش هنا من خلال نهارك سعيد. يجب ان يكون هناك علماء
دين طبعا. هيبقى يكون هناك علماء من الازهر، واعتقد ان المرجعيه الاساسيه لازم تكون هناك. هنروح على طول على الشروق، صفحه 1 دعوات العفو عن الدم في اجتماع القبائل الليبيه بالقاهره، هل هناك امل في عوده الهدوء شويه لليبيا ولا صعب؟ هو طبعا الوضع الليبي معقد، والاتجاه الدولي، واتمنى يكون ده برضو اللي انا فهمته من الاتجاه المصري، انه الاطراف الليبيه المختلفه ما عدا الاطراف اللي هي بتتبنى العنف منهجا واحدا للتعامل، بنحاول الاطراف المجتمع الدولي بيحاول يخليهم يتفاعلوا مع بعض ويتناقشوا ويوصلوا لحكومه وحده وطنيه عشان تأهلهم ان هم يواجهوا المتطرفين. واظن انه الاجتماع بتاع القبائل الليبيه في هذا الاتجاه، طبعا القبائل الليبيه مكون هام من مكونات المجتمع الليبي، احنا طبعا نتمنى انه المجتمع الليبي يتخطى موضوع القبليه ده ويتحول تدريجيا الى مجتمع حديث بيتكلم فيه الناس كمواطنين، لكن هم في الواقع هم مكونات قائمه، ونتمنى ان هم اجتماعهم ده او نقاشهم يكون وسيلة للتقريب إلى الحل مش العكس. واللي أنا شايفه من النقاش والكلام اللي طالع منه كلام إيجابي يعني. هل هناك دور مصري في هذا الموضوع؟ طبعا هو مجرد اجتماع القبائل بالقاهرة ده معناه أنه دور مصري، لأنه في تسهيلات وفي إعداد للاجتماع وفي تسهيلات لدخول الناس وحمايتهم، وطول الوقت معروف أن في دور مصري في الشأن الليبي بحكم الجوار وبحكم التقارب واختلاف وجهات النظر ما بيننا وما بين الأطراف المختلفة. هي بس اللي محتاجينه أكتر أن وجهة النظر المصرية الرسمية تقرب من الجهود الدولية عشان تصب في مجتمع في القضية نفسها، في فكرة حكومة الوحدة الوطنية. برلين تنتظر السيسي لتوقيع عقود استراتيجية، ايه التفاصيل بقى الزياره المرتقبه هو احنا خلينا العنوان كان يبقى اسلم شركات الالمانيه. في واضح انه المؤتمرات الاقتصاديه السابقه كان فيها نقاشات كبيره، وانا مش هزيع سر ده مكتوب في الجرايد، ان شركه سيمنز بشكل خاص توصلت لاتفاقات كبيره مع الجانب المصري، وهم في انتظار لتوقيع مجموعه اتفاقيات. نتمنى انه الاتفاقيات دي يكون ايجابيه واثرها الايجابي. ده كان بدا المؤتمر الاقتصادي، وكان يمكن بدات كان هو كان بيتحدث سياده الرئيس في الخطاب الختامي في المؤتمر الاقتصادي. هو طبعا تحديدا عن موضوع سيمنز دي. طبعا الشركات الالمانيه بشكل عام وسيمنز بشكل خاص عندهم علاقه طويله مع الاقتصاد المصري ونشاط مشترك كتير. نتمنى انه العقد الجديد دوت زي ما قلت يكون اثره ايجابي على الاقتصاد المصري، ويكون احنا مستفيدين منه اكتر منهم يعني. نتمنى الانتهاء من مراجعه قوانين الانتخابات خلال ايام، اذا الانتخابات فعلا بعد رمضان نتمنى ولا ايه؟ الخبر اللي موجود في جريده الاخبار في صفحه 3 بيقول ان هم خلاص بصدد يعني وضع نقط على الحروف، والموضوع متاخر قوي من اكتر من شهرين، قالوا ان هم هينتهوا من التعديلات في شهر، والرئيس اللي هو رأس السلطة التنفيذية الحالية، لأن احنا ما عندناش سلطة تشريعية، وعد بأن الانتخابات تكون السنة دي، لكن الجهات الوزارات والهيئات اللي منوط بيها تعديل القانون بتشتغل بشكل أبطأ من اللازم. محتاجين يكون الوضع التشريعي في مصر أوضح من كده، لأنه مسألة فراغ التشريعي وعدم وجود برلمان أكتر من سنتين مأثر على سير أجهزة الدولة، مأثر على الخطوات بتاعة الانتقال الديمقراطي في مصر اللي هي متعسرة جدا، وهتأثر ومأثر وهيزيد تأثيره على وضع مصر في المجتمع الدولي. يعني دولة عريقة زي مصر عندها برلمان من القرن 19، لما تقعد سنتين بتاع من غير برلمان هيبقى مسألة مثيرة جدا للتساؤل. وعشان كده بالتالي نتمنى ان شاء الله باذن الله يتم انجاز هذا القانون في اسرع وقت، وان شاء الله نحظى ببرلمان يعني مستحق باستحقاق ديمقراطي سليم. يعني المصري اليوم في الكهرباء بتحذر المواطنين وتقول ترشيد الاستهلاك او عوده الانقطاعات، يعني يا ترشد يا هنقطع. بس اعتقد انه في اختبار عدى بنجاح اللي هو ولا زال اللي هو طبعا الايام اللي احنا فيها ديت، اعتقد الانقطاعات قلت جدا. يعني يجب ان نعطي زي ما بنقعد نشتكي ونصوت، لازم كمان نقعد يعني نقول لما نبقى نشوف حاجه ايجابيه. هو فملحوظ ان الانقطاعات قل بشكل كبير جدا على الاقل على مستوى القاهره الكبرى يعني. انا الحقيقه مش بعاني تقريبا من موضوع انقطاع الكهرباء، فمش افضل حد اتكلم عن موضوع انقطاع الكهرباء، لكن بشكل عام ازمه الكهرباء في مصر
خلينا نتكلم بصراحة، ملهاش علاقة بشكل خاص بالصيف، ليها علاقة بشكل عام بأزمة 30 سنة فاتوا أو أكتر، إنه الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالذات ما كانتش حاطة نظرة مستقبلية توازي حجم الزيادة في الاستهلاك. والاستثمار بالظبط. ومن ناحية تانية إن كان في اعتماد مفرط على خطط متفائلة فيما يتعلق بإنتاج مصر من الغاز، وواضح إن الخطط دي لم يعني الواقع لم يقابل الخطط دي، وبالتالي ده أثر على عملية الإنتاج. المسألة دي مش هتتحل بسهولة، سواء إحنا عايزين ننتقد الحكومة أو مؤيدين أو معارضين، فعليا هي مش هتتحل بسهولة. نتمنى إن نقدر نتجاوزها في خلال سنوات، يعني مش أكتر من كده. الشروق صفحة 1، وزير الداخلية: امتحانات الثانوية العامة تحت الحراسة المشددة. طيب احنا ده فكرة تأمين الامتحانات دي حاجة كويسة، احنا محتاجين فعلا الطلبة وكمان المدرسين والمراقبين يكونوا أكثر انتباها للعملية التعليمية، منها عملية الأمن، مش بس عشان التهديدات الخارجية فيما يتعلق باللجان، لكن كمان تهديدات الشغب الداخلي والغش. يعني أنا أتذكر من كام يوم كان في خبر مؤسف عن واقعة لمحاولة أو محاولة اغتصاب أو تحرش يعني بمدرسة، لأن هي رفضت أو منعت عملية غش. فحاجات زي كده برضو محتاجة أنه يكون التأمين يعني مستعد لمواجهتها، هو ادق ويؤمن، مش بس كمان جه داخل المدرسه، داخل المدرسه وحوالين المدرسه طبعا، والغش طبعا عن طريق الميكروفونات زي ما شفنا زمان. اخيرا لمصر اليوم صفحه 1، مفاجاه طب الاسكندريه: البرنس نائبا للمحافظ. دي عوده للوراء. لا ده خبر كوميدي بيعبر عن عراقيل البيروقراطيه المصريه، مش قادر اخده باكتر من كده. الدكتور حسن البرنس هو أظن هو محبوس على ذمة عدد من القضايا، أو يمكن خد بعض أحكام، لكن هو بسبب تعقيدات بيروقراطية ما جاش جواب للجامعة من جهة رسمية تقول إن هو أقيل، أو يكون الجواب ضعف البوسطة، أو يعني لسه أغلب مؤسساتنا للأسف ما بتتعاملش بالإيميل، ما بتتعاملش بالوسائل الإلكترونية الحديثة، بتستنى تشوف الجواب اللي مسجل بعلم الوصول إليه، فبيحطينا في مواقف كوميدية. هم بالنسبة لطب الإسكندرية ما جالهمش جواب مختوم وممضي من 2 موظفين، إن حسن البرنس مقبوض عليه، لكل نص البلد عارفة إن هو يعني مقبوض عليه، سواء بغض النظر عن موقفنا من قضيته يعني، فهو حاليا في موقف قانوني. هو بالنسبة للجامعة هو لسه منتدب كنائب للمحافظ، وبالتالي هم يقول لك هات لي ورقة رسمي إن هو انتدب وانتهى. فحاجة مضحكة من قصص البيروقراطية المصرية يعني هنشوف، لا اللي بيعيش ما يشوف. محمد البعلي كاتب الصحفي، مشكور، شكرا جزيلا، نورتني. أنا عارف، أشكرك، لسه معاكم في نهارك سعيد، خليكم معانا.